هذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة مقالات تدعو إلى مذهب الإرجاء، حيث تقرر أن تارك العمل بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وينسبون هذا إلى السلف كقول ثان لهم، فما توجيهكم وفقكم الله؟ هذا كلام باطل، نسبته إلى السلف كذب، ولا يجوز ترويج مذهب الإرجاء، يجب تعليم مذهب أهل السنة والجماعة لا مذهب المرجئة. نعم.